السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أول الغيت قطرة، وكما شفنا الحمد لله نهار من بعد نهار كنشوفوا تغييرات كبيرة في مدينة تمارة. غادي ندخلوا بكم من حدا مسجد التقوى. وفي البداية قبل ما نكمل الفيديو بغيتكم تدعوا مع الوالدة بالشفاء، الله يحفظكم، ومع جميع مرضى المسلمين. غادي ندوزو معاكم من حدا مدرسة أنس بن مالك، وغادي نشوفوا الأشغال فين وصلت. الخبر السعيد هو أن الأشغال زادت للقدام، ما اقتصرتش فقط على ديور السبعين. ربما أشعة الشمس ما تخليش لكم الصورة تبان واضحة، ولكن غادي نوضحوا لكم ونوصفوا لكم أشنو كاين. غادي نطرقوا بالرموك اللي قدامنا، وغادي تشوفوا معنا هنايا تروطوار بدا كيتحط في هذا المكان بالضبط. عملية الهدم هنا لداخل في الزنقة، عملية الهدم هنا اللي من ديالنا وسط الزنقة، ما كاين غير الله يعطيك الصحة. وغادي نحاولوا نخرجوا مباشرة جهة صيدلية بوعروس. خليكم معنا باش تكتشفوا معنا الإخوان أشنو طاري وشنو واقع هنا في الجنبات. كما كتشوفوا التروطوار اللي شفنا جيت ملاعب القرب، الشركه ديال التيكا اللي كتعطينا التروطوار هذا، فالعمليه غادي تستمر الاخوان لحدود النقطه هنايا. هنا صيدليه بوعروس من احسن الصيدليات في مدينه تمارا. شوفوا الاخوان، شوف شوف شوف، واحد الخدمه نقيه ولات كدار هنايا، والله حتى شي كيفرح زوين. هانتوما غادي ندخل بكم هنا الزنقه، شوفوا معايا مزيان شنو طاري هنايا. كاع الجرادي اللي كانوا هنايا مشاو، كاع داكشي الجرادي، الامور العشوائيه لداخل، بزاف ديال الحويجات. عمليه الهدم خدامه هنايا، لاحظتوا معايا ولا ما لاحظتوش معايا؟ عمليه الهدم هنا دخلت الزناقي لداخل، هادشي مزيان، هادشي مزيان. اوكي، غادي نخرج بكم من نفس النقطة ديال صيدلية بوعروس. هنا كان عندنا دوار بالناصر الشمالي، كما كتوضح لكم الصورة. هنا يكون عندنا واحد الاسباس خاص بالراجلين، داكشي متول الاخوان. هنا تراب الملحقه الاداريه الثاني اللي كتشرف عليه السيده القائده السعديه، ومني كنذكروا الاسم ديال السيده القائده السعديه فكنهضروا على المجهودات الكبيره اللي دارت في تراب الملحقه الاداريه الثانيه، لا من ناحيه العمليه ديال الهدم، لا من ناحيه تحرير الملك العمومي، لا من مجموعه من الامور. وشوفوا معايا مزيان وركزوا معايا الاخوان، هنا صور مغايره صراحه، الامور زوينه الاخوان، نقى نقى شي حاجه زوينه بعيدا عن العشوائيه، بعيدا عن مجموعه من الامور اللي هي سلبيه. تبارك الله الوليدات كيخرجوا قدام هذا الباركينغ اللي حدا السوق كيلعبوا وينشطوا، اللهم لك الحمد، نقطه ايجابيه. هنا الخدمه مستمره، وهذا دخل لينا حتى مع الشارع هنا اللي كان كيعمر بالجوطيه. هانتوما الباركينغ هنا راه مسدود، وهنايا عندنا التيرانات، هنا عندنا التيرانات ديال الكرة، عندنا جوج تيرانات ديال الكرة، وعندنا تيران كور تيران ديال الكرة لتحت عاوتاني، وعندنا واحد حدا ديال الباسكيت. مع العلم راه كان خص يكون واحد ديال الباسكيت حتى من هنا. يا سلام يا سلام على أجواء، شحال زوينة هنا الإخوان، والله العظيم إلا صلح شي حاجة زوينة. هذا هو اللي كاين، نتمناهم الله الخير والتيسير يا ربي. كتجلس في واحد البليصة نقية، فيها إنارة مزيانة، فيها حويجات مزيانين، فهذه نقطة إيجابية. هنا العملية ديال تبليط الجنبات باقي ما دازتش هنايا، وباقي لينا بعض الأجزاء القدام، الطريق كاملة غتمشي خاصها تعاود، وعلي من خاصو يتعاود هنا. ما نقتصروش فقط على النقطة اللي كان فيها مثلا السوق النموذجي والملاعب. وانتم كما كتشوفوا معنا تبارك الله هنايا عندنا
بعض الاشجار اللي غيتم الغرس ديالها وغتعطي واحد الجماليه قدام السوق النموذج. شوفوا معايا العمليه ديال تبليط الجنبات في المصلات، كذلك تركيب الاعمده الكهربائيه. كاينه خدمه كبيره الخوت خاصها الدار، كاينه خدمه كبيره خاصها الدار، هذا هو اللي كاين. كنشوفوا اصلاحات كبيره. خرجنا هنايا شارع محمد الخامس، الاخبار تروج يعني بين الفينه والاخرى اللي باقي ما كاين حتى شي حاجه رسميه. كنسمعوا بعض الاخبار ان الحي الصناعي ما غاديش يبقى هنايا. الاخوان اللي عنده شي معلومه يفيدنا في هذا الباب، هذا الحي الصناعي ديال تمارا ما غيبقاش هنا. اللي عنده شي معلومه في هذا الباب هذا يفيدنا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام الجوله مستمره. جوج دقائق وانا معك، جوج دقائق انا جاي دابا. كما كتشوفوا معنا دائما بعض الاصدقاء هنا كيتسناونا، خاصنا نهبطوا عندهم. هنايا غنحاول نقربكم من الاشغال اللي كاينه هنا. كما كتشوفوا الاخوان ردوا كيدوزوا لنا القادوس هنايا، على اساس انه واحد الجزء هنا غيضاف للطريق بحكم هنايا كتسد الطريق. واحد كيبلاصي في اليمين والاخر كيبلاصي في اليسار، كيولي الريسك على السيارات هنايا. خاص توسع الطريق واحد شويه، اللهم يسير. فكذلك كنبغي نقولوا للاخوان السائقين والاخوات السائقات، هذه ماشي طريق رئيسيه، نحاولوا نمشيو بشويه. والاخوان اللي هنايا قدامهم هاد الجزره هادي وهذا يمقصوا شويه هادشي، يمقصوا شويه هادشي، هادشي رابط على الطريق راه ولا غيولي بحال الغابه هنايا ومعرق الطريق، غيولي كلام اخر. نحاولوا ما امكن نصلحوا شويه، نقادوا شويه، نقيوا شويه، نديروا اليد في اليد الاخوان. راه ميمكنش كلشي يدار من جهه واحده، ندير انا شويه والاخر شويه والاخر شويه. بحال دابا واحد المبادره كنشوفوها هنايا في المؤسسه ديال العربي الدغمي، امور متعلقه بعالم البيئه، وعندنا معها ذكريات خاصه. هادشي سبحان الله كله كنا كنديروا، كنحيدوا هاد الشوب، كنصبغوا، كنقادوا الحجار، يعني مجموعه ديال الحويجات كنا كنقادوهم. الاخوان ضروري شويه ديال التضحيات وان شاء الله راه يكون غير الخير. من المشروع ديال ولاد مطاع في الجنبات ديال الحي الصناعي غادي غنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.